استقبلت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تم خلال اللقاء تسليم نسخة من التقرير السنوي 2018-2019 الذي أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأعربت رئيسة المجلس عن بالغ شكرها وتقديرها لما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية من مهام ومسؤوليات وطنية تعزز من عمل المنظومة الرقابية والمؤسساتية في ظل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة حرص مجلس النواب على حماية المال العام وأداء الدور التشريعي والرقابي وفقا لمواد الدستور والقانون. وأشارت معاليها إلى أنه سيتم إخطار المجلس بالتقرير وإحالته إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات وفقا للدستور ومواد اللائحة الداخلية وإعداد تقرير بشأنه. وبهذه المناسبة أفاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن هذا التقرير يعتبر التقرير السنوي 16 الذي يصدره الديوان كجهة مستقلة ماليا وإداريا وعضويا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعمل بأعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابته لمساعدتهم على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية وتحسين وضبط أنظمة الرقابة الداخلية، حيث جاء التقرير متضمنا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء الذي أنجزها خلال السنة المهنية 2018-2019.